ومن الملف الصحي ننتقل سريعا ومباشرة إلى المجلس البلدي واللي يعقد جلسته العادية اليوم والمدرج عليها العديد من الملفات والمقترحات، حيث يتابع معنا الجلسة من هناك مراسل تلفزيون دوت الكويت رائد الشمري المتواجد حاليا في المجلس البلدي. رائد صباح الخير، بداية يعني لو تطلعنا على تفاصيل جلسة المجلس البلدي اليوم العادية وأهم الملفات اللي راح تطرح إن شاء الله وتبحث. صباح الخير زميل منصور، صباح الخير أيضا للزميلة مها، وصباح جميل لمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح. متواجدين في قاعة الشيخ جابر الأحمد في المجلس البلدي، وأكيد جلسة من الجلسات العادية لهالمجلس ضمن دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي 12، واللي من خلاله تتواصل حزمة كبيرة من الخدمات وأيضا القرارات المنتظرة في كل ما يخص الشأن البلدي. أيضا دور كبير اليوم من خلال المجلس البلدي بالتعاون المثمر ما بين رئيس المجلس البلدي وأيضا الأعضاء في دفع عجلة التنمية من خلال المشاريع. وعند الحديث عند المشاريع لابد أن نتوقف كثيرا أمانة من خلال الدور الكبير اللي قام فيه مجلس البلدي بتفعيل العديد من المشاريع التنموية. هناك سيكون الحديث مطول عن هذه المشاريع وأيضا ما تم إنجازه في المجلس البلدي، وأكيد تسريع وتيرة العمل والإنجاز من أجل خطة التنمية لكويت جديدة. يسعد أن يكون في الجانب الآخر ضيفي وضيفكم المهندس حمود عقلة العنزي، نصبح عليك بالخير مهندس حمود. وأيضا للأمانة يعني الدور الكبير اليوم للمجلس البلدي ترجمة على أرض الواقع بدفع العديد من القضايا وأيضا المشاريع التنموية اللي أصبحت اليوم نلامسها من خلال ما نشاهده ونتابعه في عمل المجلس البلدي. صبحك بالخير وصبح المشاهدين بالخير. مثل ما تفضلت، المجلس البلدي هو داعم كمجلس فني لمجلس وزراء الموقر في تنفيذ المشاريع التنموية، وهو كذلك شريك لجميع الجهات الحكومية في إنجاح وتنفيذ جميع المشاريع، بالذات المشاريع المدرجة على خطة التنمية. ولدينا في المجلس البلدي لجنة خاصة أترأسها شخصيا، لجنة إصلاح والتطوير، وهذه لجنة معنية بالدرجة الأولى في مسألة تسهيل تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية سواء قبل القرارات وبعد القرارات. بكرة بإذن الله يعني غدا سوف يكون هناك ورشة مهمة نقيمها بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس على التخطيط والتنمية، متعلق بالبرامج المشاريع التنموية التي لديها بعض التحديات مع بلدية الكويت، باعتبار أن البلدية مؤسسة مهمة وهي في قلب جميع مشاريع الدولة. كل مشاريع الدولة محتاجة إما تخصيص إما ترخيص إما إزالة عوائق إما استلام حدود أو تثبيت إحداثيات. كل هذه إجراءات هي إجراءات بلدية، وحريصين من خلال لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي أن تتم هذه الإجراءات بس بأقصى سرعة ممكنة وبدون أي تأخير وبكفاءة عالية. للأمانة هذا ليست الورشة الأولى، إحنا كل فترة نعقد هذه الورشة، عقدناها أول مرة كان هناك حوالي 40 مشروع يواجه تعدي، ولله الحمد أنهينا كل هذه التحديات، والآن لدينا 8 مشاريع لديها بعض الإجراءات مع البلدية. بإذن الله غدا هناك اجتماع موسع يضم الجهات الحكومية المعنية وكذلك يضم قيادات البلدية، سوف نتناقش بالتفصيل عن هذه الإجراءات وكيف يتم إتمامها على 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 السرعة الممكنة. فاجتماع ورشة عمل غدا هي ورشة للتنسيق ولمتابعة التنفيذ، وهي عبارة عن بوش أو دفعة للمشاريع التنموية، باعتبار أن احنا نعتقد أن أهم مورد لدينا هو الوقت، لذلك يجب علينا أن نستثمر هذا الوقت بدون أي تأخير، باعتبار الكويت يعني لدينا مشاريع طموحة جدا والكويت غالي علينا، نريد أن ننهض بهذا البلد وبالسرعة الممكنة، باعتبار أن التنافسية عالية في المنطقة، ونطمح من خلال مشاريع التنمية وإنجازها في وقتها أن تساهم تلك المشاريع في رفعة شأن بلدنا. جميل أبو ماجد، يعني المهندس حمود عقلة العنزي، يمكن اليوم تحدثنا عن الأولويات للأمانة، يعني يمكن المواضيع الغد إن شاء الله ستكون مهمة وسنتحدث أيضا عن جلسة اليوم، لكن المشاريع اللي تهم الشارع الكويتي بشكل كبير أمانة لدفع هذه المشاريع التنموية، يمكن 8 مشاريع ستكون إن شاء الله غدا من الأمور الأولويات وستكون من المهمة جدا. نعم، على جدول الأعمال غدا فقط 8 مشاريع، باعتبار جميع المشاريع الأخرى أتممناها بدون أي مشاكل. المشاريع المدرجة في جدول الأعمال
غدا مدينة الكويت الطبية التي تتبع مؤسسة العامة للتأمينات، وكذلك المبنى الجديد في مستشفى ابن سينا، بالإضافة إلى مشروع الشبكة الضوئية الكبرى المرحلة الثالثة الفايبر أوبتيك وهو أحد مشاريع وزارة المواصلات، بالإضافة إلى ميناء مبارك الكبير وهو مشروع جدا مهم يحتاج بعض التراخيص من البلدية، بالإضافة إلى مشاريع نقع البحرية ومشاريع المناطق اللوجستية التابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية، بالإضافة إلى مشاريع المتعلقة بالأندية الرياضية والمراكز الشباب. كل هذه المشاريع سوف نناقشها غدا، نأمل أن بكرة بإذن الله سوف يتم إتمام الإجراءات المطلوبة وتعود هذه المشاريع أون تراك بالسرعة الممكنة. جميل. أيضا منصور، حتى نحط المشاهد في الصورة، يعني عندما نتحدث عن هذه الأولويات وهذه المشاريع، يعني اليوم يمكن سبقنا شوي الأولويات بالنسبة لهذه المشاريع لأنها تحظى بأهمية كبيرة أمانة من خلال خطة التنمية. أيضا سنتحدث عن جلسة اليوم المنتظرة، وأكيد فيها جدول أعمال سيتم من خلالها مصادقة على العديد من القرارات المهمة أيضا من خلال جلسة اليوم. المهندس حمود، جلسة اليوم أكيد في مصادقة على قرارات مهمة. نعم، أول مصادقة عندنا مصادقة على قرار نقل المكتبات إلى المجلس الوطني ثقافة وفنون أداب، نقل جميع مواقع المكتبات وإضافة الاستعمالات وأنشطة أخرى للمكتبات بحيث أن تعود المكتبات العامة كمراكز جاذبة في المناطق السكنية. بالإضافة هناك مشاريع سياحية سوف يتم مصادقة عليها، مشروع تطوير الجنوب الصباحية سوف يتم مصادقة عليه اليوم، وكذلك مشروع تطوير المدينة المائية، وكذلك مشروع إضافة بعض المكونات للمارينا في الواجهة البحرية. هذه أهم المشاريع اليوم سوف نصادق عليها، وكذلك لدينا اليوم سوف نناقش موضوع مهم إسكاني مهم متعلق بتخصيص موقع جنوب القيروان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية. اليوم اكتملت المعاملة التخصيص، سوف نناقش الآن طبعا هناك تنازل وزارة التعليم العالي، الأمور كلها أون تراك، لكن إحنا عندنا هاجس الأشجار في الموقع. إحنا في المجلس البلدي نرى أن الأشجار في موقع جنوب القيروان هي مهمة لدينا، لذلك وضعنا سيناريو لمسألة إعادة توزيع هذه الأشجار لتكون منطقة جنوب القيروان المرتقبة مدينة خضراء، وكذلك نقل الفائض عن حاجة منها إلى مناطق تحريج أخرى. اليوم سوف نناقش هذا الموقع من جانب مختلف باعتبار أن المساحات الخضراء مهمة، المدينة الخضراء مهمة، لذلك توقفنا في المجلس البلدي على مسألة الأشجار، وكذلك هذا التوجه يعني سوف يعمق حتى المشاريع الأخرى. نطالب دائما في مشاريع في تنفيذ المشاريع أن يتم العناية بالأشجار، الأشجار أصبحت وهي دائما غالية علينا باعتبارها هي خط الدفاع الأول لدينا تجاه مسألة الاحتباس الحراري، لذلك كل نقاشنا اليوم هناك اتفاق تام على مسألة جنوب القيروان، ولكن كل نقاشنا اليوم على كيفية الحفاظ على الأشجار الموجودة داخل جنوب القيروان. كل الشكر لك المهندس حمود عقلة العنزي، والشكر موصول أمانة لهذه الإيضاحات المميزة بدور الكبير لأعضاء مجلس البلدي لدفع العديد من هذه المشاريع وأيضا القرارات الهامة في الشأن البلدي، وأيضا التعاون المميز مع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي والأعضاء يثري اليوم هذه القرارات المميزة التي تصب في النهاية لمصلحة البلاد، وأيضا إن شاء الله سنجني ثمارها بمشاريع ضخمة ستكون استثمارية، ستكون أيضا وجهة لرؤوس الأموال بإذن الله في بلادنا الغالية الكويت من خلال روح العمل للفريق الواحد، واللي بإذن الله سنجني ثمارها في الفترة والمستقبل القريب بإذن الله. نعم زميل منصور، كل الشكر لك مراسلنا مراسل الكويت راد شمري، كنت معانا من المجلس البلدي، شكرا لك.